السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتسأل هم ليه دكاترة الأسنان بيكتبوا في الروشتات بتاعتهم دواء الفلاجيل مع إن دواء الفلاجيل ده أساساً بيستخدم كمطهر معوي وبيعالج حالات الإسهال. الفلاجيل المادة الفعالة بتاعته المترونيدازول، وهي مادة مضادة للبكتيريا الهوائية اللي بتنمو في عدم وجود الأكسجين أو اللي مش محتاجة أكسجين عشان تنمو. كتير من مشاكل الأسنان زي التهاب اللثة والخراريج وعدوى الأسنان البكتيرية بيكون سببها النوع ده من البكتيريا. علشان كده الفلاجيل بيكون فعال وحيوي للتخلص من النوع ده من البكتيريا. النوع ده من البكتيريا ما بيسببش ضرر مباشر على الانسان في الحالات الطبيعيه، لكن لما الجسم بيتعرض لاصابه او رده ممكن يسبب نوع من انواع الالتهابات بيسموها الالتهابات الهوائيه. النوع ده من البكتيريا بيصيب اماكن معينه في الجسم زي البطن والاعضاء التناسليه والقلب والعظام والمفاصل والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي والجلد والفم كمان. من الالتهابات اللي بيسببها النوع ده من البكتيريا او بيسموها الالتهابات الهوائيه التهاب الزائدة الدودية والتهاب الجيوب الأنفية والدمامل والخراريج اللي بتحصل في الدماغ والرئة والكبد والبطن كمان. علشان كده دكاترة الأسنان بيكتبوا الفلاجيل عشان يتخلصوا من النوع ده من البكتيريا.